يا رب. كيف امتحانكم؟ الحمد لله يا دكتور، كويس لحد الآن. منيح. لكن عرفتوا كيف نمط الأسئلة؟ مش بكرة على الفاينل كيف يا دكتور الأسئلة؟ لا عادي، سهلات الأسئلة كان. الحمد لله رب العالمين إن طلعت من خطيتكم وكانت سهلة. المهم القصد تاعي انه كيف كان نمط الاسئله انكم تعرفتوا عليها. تمام، فهيك دكتور، اسئلتنا، هيك معظم اسئلتنا في الامتحانات. دكتور تفضلي. يعطيك العافية. هلا مادة المد رح ترجع تدخل معنا بالفاينل ولا لا؟ لا ان شاء الله لا، ما راح ناخذها. عن جد يعني مادة الفاينل لحال ما بتدخل في المد؟ احنا تعاونا معكم في هذا الفصل الاستثنائي ما راح ندخل. تمام دكتور، اسلم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ اهلين، يسلم حالك. شو رايك نضيع المحاضرة؟ كمل، شو اخبارك؟ زمان عنك يا زلمة. والله دكتور بس اسال عن ليش الافرج؟ الافرج ما لكوش دخل فيه. بنعطيك وش للطلاب. طيب خلينا نبلش محاضرتنا ان شاء الله، راح نخلصها على السريع باذن الله، يعني ساعه ساعه وشي، اللي هي عن الميديكال تيرمينولوجيز، المصطلحات الطبيه. راح ان شاء الله نعرف في هاي المحاضره كيف احنا بنبني او كيف ممكن نحلل المصطلح الطبي، وكيف احنا ممكن نفهمه بدون اللجوء لقاموس انجليزي او قاموس طبي او شو ما كان. في المحاضرة الجاية كمان راح نكمل المحاضرة وراح نحكي عن singular and plural endings، كيف احنا بنفرق ما بين الجمع، الاسم الجمع والاسم المفرد في المصطلحات الطبية. كمان راح نحكي عن بعض الابريفيشنز، الاختصارات المستخدمة في المجال الطبي. هسه بالنسبة يا جماعة للمصطلحات الطبية، موضوع مش سهل ابدا. يعني الناس اللي لغتهم انجليزيه، اللي لغتهم الام مثلا، اللي في بيدرسوا في امريكا وفي بريطانيا وين ما كان، وخشوا المجال الطبي، لما يشوفوا المصطلحات الطبيه بنصدموا، لانه معظم هاي المصطلحات الطبيه جاي من مصدر لاتيني او من مصدر يوناني. فهم بكل صراحه كانهم قاعدين بيتعلموا ايش، نيو لانجويج، قاعدين بيتعلموا لغه جديده. لكن الحلو في الميديكال تيرمينولوجيز انه في عندنا قواعد اساسيه، وهي القواعد الاساسيه اذا احنا اتبعناها احنا ممكن نكون قادرين انه نترجم هاي الكلمات او هاي المصطلحات بكل سهوله. طبعا المصطلحات الطبيه زي ما قلنا هي عباره عن بتتكون من اكثر من جزء، فانت لما تيجي تتحلل هذا المصطلح الطبي انت بتصير بدك تحلل كل جزء لحاله وتعرف معنى كل جزء، وبالتالي انت في الاخر راح تتوصل لمعنى هذا المصطلح بشكل عام. فهي صفه اللعب، الموضوع صفه كانها لعبه بازلز، انت تصير تركب هاي القطع عشان تشوف او توصل للمعنى النهائي لهذا المصطلح. شغلة متوقعة منكم او حتى من طلاب الاجانب انه مستحيل انك تكون قادر على حفظ كل هاي الميديكال تيرمز، انت بتحكي عن الاف من الميديكال تيرمز، لكن احنا ممكن نكون قادرين على انه نميز بين معنى مصطلح ومصطلح ثاني. وهذا زي ما قلنا هذا راح يتم عن طريق انه انا بحلل الوورد بارتس، ايش هم اجزاء هذا المصطلح. لما تشوفوا كلمه وورد احنا بنقصد فيه التيرمز اللي هو المصطلح. هاي السلايد مش كثير مهمه، لكن بيحكوا لنا انه صعوبه الميديكال تيرمز انه جابوا الجذور الكلمات او المصطلحات الطبيه من مصادر غير اجنبيه. فمثلا بالنسبه للبادي اورجانز جابوها من مصدر لاتيني، بينما المصطلحات اللي بتوصف الامراض الديزيزز جابوها من مصدر يوناني. وهي المصطلحات الطبية بتتكون من أكثر من جزء،
وممكن تتكون من جزء في مقدمة الكلمة وجزء بيجي في الوسط أو جزئين في الوسط وجزء في النهاية. الجزء اللي بيجي في بداية الكلمة هذا بنسميه prefix. pre دائما كل ما تشوفوا كلمة pre معناها في الأول، تمام؟ وfix معناها أنا قاعد تعدل معنى الكلمة، وهذا فعلا دور prefix، إنها ممكن تغير أو تعدل أو تعطي معنى ثاني للجذر اللي بيكون موجود في منتصف الكلمة. suffix نفس الإشي، صف معناها جاي في النهاية، وفيكس كمان نفس الإشي ممكن تعدل في معنى الكلمة. فهذا الجزء النهائي من الترم، وهذا نفس الإشي ممكن يغير لنا في معنى الكلمة. فإحنا بنصير هسه بدنا نعطيكم شو هم الموست كومن prefixes وsuffixes بالإضافة للموست كومن word roots. فبالتالي أنت لما تصير عندك قاعدة بيانات أو بنك معلومات في هذه المصطلحات راح تكون سهل عليك إنك تعرف شو معاني الكلمات. زي ما قلت قبل شوي إنه الword structure مكون من عدة أجزاء، ممكن أو الأجزاء هما prefix, word root, combining form اللي بنقصد فيها combining form إنه يكون في عندنا two word root، تمام؟ والsuffix. هسا مش ضروري كلهم يكونوا موجودين، مش ضروري كلهم يكونوا موجودين، ممكن prefix مع word root، ممكن word root مع suffix، ممكن word root لحاله اللي هو مثلا اسم الأورجن appendix مثلا، ممكن انه كل الاجزاء هاي كلها تلاقيها موجودة. فمش شرط كل الاجزاء تكون موجودة في نفس الترم. زي ما قلنا prefix هو المصطلح اللي بيكون في بداية الكلمة عشان to fix it، تمام؟ شو يعني to fix it؟ إنها ممكن تعطيها معنى آخر. prefix في العادة هو بيكون يا حرف يا عدة أحرف تنحط زي ما قلنا at the beginning of the word، وهي ممكن تغير or modify the meaning of the word. أنا لما أقصد meaning of the word بقصد فيها المصطلح كامل. مثلاً pre-operative، pre معناها قبل، اتفقنا عليها. operative عمليات، شو صفت pre-operative؟ قبل العملية، المرحلة اللي بتسبق العملية بالضبط، دي هي مرحلة تحضير المريض للعملية. لو خليت operative لحالها هل هي بتصير نفس معنى pre-operative؟ لا لا. لا طبعا. فالبريفكس اللي هون غير معنى المصطلح بشكل كامل. بالنسبة للword root هو الجزء الأساسي في معنى المصطلح الطبي، تمام؟ هذا احنا بنسميه جذر المصطلح الطبي أو جذر الكلمة، فهو الفاونديشن، وهذا اللي بيكون بيعطينا يعني شو السياق أو المعنى تاع المصطلح بشكل عام عن ايش بدور. مثلا appendectomy، appendectomy، append هاي جاي من كلمة appendix اللي هي زايدة، ectomy اللي هو suffix اللي بيجي في نهاية الكلمة وبيعني إزالة. هسا ectomy ممكن تيجي مع كلمة ثانية، لكن appendix هذا appendix هو المصطلح الرئيسي، هو اللي بدور حواليه السياق. فهذا المقصود في الword root، هو الجزء الأساسي في الكلمة ومعنى المصطلح بشكل عام بدور حواليه. مين اللي بيعطي المعنى بشكل كامل؟ الإضافات الثانية إن كانت في عنا prefix أو suffix أو حتى إذا كان في عنا root ثاني. combining form معناها زي ما قلنا يكون في عنا two word root، يكون في عنا word root مربوط مع second root، وهاي في الغالب بتكون كمان مربوطة مع suffix. عشان أربط أنا بين two word root لازم أستخدم حرف علة vowel، تمام؟ ومعظم الأحيان شو هو ال vowel اللي بيستخدم؟ شو حرف العلة اللي بنستخدمه؟ أوه. بتحطوها حلق بذانكم، تمام؟ الأكثر حرف علة بنستخدمه في ربط ما بين two roots
هو حرف الأو. السافكس بالنسبة للسافكس هو زي ما قلنا زيه زي البريفكس، لكن السافكس الاختلاف إنه بيجي في نهاية الكلمة، وزي ما حكينا هو بيعطي معنى ثاني، ممكن كمان يغير من معنى الكلمة. وهو كمان زي البريفكس هو عبارة عن حرف أو عدة أحرف، وهاي تنحط at the end of the word، وهاي ممكن تغير alter or modify the meaning of the word. prefixes والsuffixes إيش الفرق بيناتهم؟ prefix هاي في الغالب ممكن تدل على position، على placement، على موقع، ممكن تدل على number، ممكن تدل على amounts، وهاي بتعطي وصف للجذر أو وصف لكل إشي بتبعها. بالنسبة للصفكس هاي زي ما قلنا بتيجي لا في آخر الكلمة، وفي الغالب يا بتدل على pathologic condition، زي إذا بتتذكروا أي كلمة بتنتهي بitis شو بتدل؟ التهاب. بالضبط. فهاي هذا الصفكس بيدل على pathologic condition. ممكن السفكس يدل على diagnostic procedure، على إجراء تشخيصي. لما تشوف كلمة scopy أو scope هي تنظير، معناها منظار أو تنظير، تمام؟ فعندنا laryngoscope أو laryngoscopy. اللارينجو جاي من كلمة larynx اللي هي البلعوم أو سوري الحنجرة، تمام؟ فأنا لما يروح يعمل تنظير للحنجرة بيعملوا لارينجيوسكوب. سكوبي جاي من كلمة سكوب اللي هي منظار أو عملية تنظير. فصفك زي ما قلنا ممكن يدل على pathologic condition زي كلمة itis، ممكن يدل على diagnostic procedure زي سكوبي أو سكوب، أو ممكن يدل على surgical procedure زي مثلا إحنا بنعمل عملية، أو أي كلمة بتنتهي بصفك ectomy. ectomy شو بتدل معناها؟ ectomy معناها إزالة، to remove. بالضبط. فappendectomy معناها إزالة الزائدة. شو عندنا كمان؟ cholecystectomy. الكولي هاي جاي ما هسه بنعرفها، جاي من كلمة المرارة. فcholecyst معناها كيس، والكولي اللي هي بتاعت المرارة الصفراوية. ف واكتومي معناها إزالة، شو صفت؟ إزالة المرارة أو إزالة الجول بلادر، إحنا مسميها في الإنجليزي الجول بلادر. فهذا هو الصفكس، يا بدل على pathologic condition، يا diagnostic، يا surgical procedures. زي ما قلنا هاي بتعطينا description كمان للمصطلح بشكل عام. مثال في عنا على الword root كلمة كارديوغرام. كاردي هاي اللي بالأخضر نحط عليها تحت خط، هذا هو الجذر الورد روت، وغرام هذا الصفكس. كاردي إجت من كلمة القلب، من كلمة لاتينية أو يونانية تعني القلب. غرام معناها تصوير أو ريكورد. فشو صفت المصطلح كامل؟ شو معناه؟ ريكورد of the heart، لأنه record جاي مع كلمة gram، وكاردي معناها heart. بالنسبة للprefix في عنا هون pericardium. peri هذا prefix وبتعني منطقة حوالين. cardium جاي من كلمة القلب، فشو صف المعنى؟ around the heart، المنطقة المحيطة في القلب. للصفكس في عنا مثلاً مصطلح cardiitis. cardiitis اتفقنا إنه كارد جاي من كلمة القلب، وitis inflammation، فشو صفى المصطلح معناه؟ inflammation of the heart. بالنسبة للcombining form اتفقنا إنه combining form يكون عنا two roots، عنا جذرين ودائماً بنربط بينهم في حرف علة، وفي الأغلب الأحيان شو قلنا حرف العلة بيكون؟ حرف يا عين عليك. فعندنا هون المصطلح كارديو مايوباثي. كاردي معناها قلب،
ماي مش معناها في الإنجليزي اللي احنا بنعرفه ماي إلي، لا معناها ماي مصل، جاي من كلمة مصل. وباثي كلمة بتدل في الإنجليزي أو في المصطلحات الطبية بتدل على مرض. فشو صفت؟ الأمراض اللي بتصيب عضلة القلب، heart muscle diseases. تمام هيك يا جماعة؟ عرفنا كيف نمر راح نصير نحلل زي هيك. نبلش واحد واحدة فيهم. بالنسبة للword root الجذر الكلمة، هو زي ما اتفقنا هو الفاونديشن، هو الأساس اللي بنبنى عليه المصطلح كامل، بنضيف له prefix أو suffix أو ممكن نضيف له جذر ثاني، فهي اللي بتعطي الجنرال مينينج للمصطلح. وهي بتدل، وفي الغالب الجذر يا بيكون بدل لنا على body organ أو على body system زي ما شفنا هسه، cardi معناها heart، أو ممكن تدل على إشي معين إحنا بنعمله للpatient زي cyst. لما تشوف كلمة cyst هي جاي من كلمة scissor واللي معناها to cut. هنا عندنا أمثلة، هنا كاتبين Greek word، أنا ما بديش تركزوا على Greek word هذولا، انسوهن أو خليهن بس عشان تشوفن، لكن أنتوا غير مطالبين فيهن. خلينا بس امسحن. طيب بس أهم شيء أنا تركزوا لي على الword root وعلى المعنى اللي بين قوسين هون، تمام؟ فكاردي اجت من كلمة كارديا في اللغة اليونانية، وهي بتدل إنها معناها زي ما اتفقنا الهارت. جاستر نفس الشيء، جاي من كلمة جاستر في اليوناني وتعني الاستومك. هبات جاي من كلمة هبار وبتعني الليفر. نف جاي من كلمة نفروس باليوناني وبتعني كيدني. هسه بتعرفوا شو معنى الهارت انتو صح؟ أنا ناسي كورساتكم سنة أولى فصل أول. عقل. تعرفوا شو معنى هارت؟ لعبتكم الهارت، لعبتكم. الاستومك لعبتكم الشباب. المعدة. معدة. المعدة بالضبط. الليفر. الكبد. الكبد. كبد. كيدني. كلية. كلية. بالضبط. بون. العظم. أوستي جاي من أوستيون بالضبط، وبتعني العظم. فهاي هم الوورد روت اللي انتم بدكم تركزوا عليها وشو هم المعاني، وراح نعطيكم كمان دفعة أكثر. خذوا لكم مثلا كمان هاي معاني أو وورد روتس. كاردي زي ما اتفقنا معناها هارت، جاستر معناها ستومك، ماست معناها بريست. فمثلا عندنا مصطلح ماستكتومي، قلنا ماست معناها بريست، اكتومي قبل شوي معناها إزالة أخذناها صح؟ فشو صف المصطلح ماستكتومي؟ يعني عملية إزالة الثدي، هاي في حالات مثلا سرطان الثدي. هبات معناها ليفر، فعندنا هيباتايتس شو صفت معناها؟ التهاب كبد وبائي. التهاب الكبد. التهاب الكبد، بعدين بنشوف بتعرفوا معاني أو الحالات اللي بيكون فيها وبائي أو غير وبائي، لأنه فيها اللي أكثر منه. أوستي حكينا بيعني بون، عظم. اوستيوبوروسيس، بوروسيس معناها هشاشة، واوستي قلنا معناها عظم. شو صف المصطلح معناه؟ اشتغل هشاشة العظم. نيور معناها نيرف. لما نقول نيوروباثي، باثي قبل شوية أخذناها بشو بتعني؟ مرض. مرض. فنيوروباثي شو صف معناها؟ مرض أعصاب، أمراض اللي بتصيب الأعصاب. آرثر جاي من كلمة جوينت. فأرثرايتس مثلا شو صار المعنى؟ مفاصل، التهاب المفاصل. مفاصل. أيوة. فايبر نكمل زي هيك. فايبر جاي من كلمة فايبروس تيشو اللي هو النسيج اللي بكون، شو معنى فايبر؟ الليفي راح تأخذوه إن شاء الله في الأناتومي. الألياف، لكنها بتكون قوية شوية. فايبر راح تأخذوه إن شاء الله في مادة الأناتومي والفسيولوجي الفصل الجاي. الماي قبل شوي حكينا عنها بتعني المصل. مايل تعني بون مارو، نخاع العظم، او السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي. انتر معناها انتستنس، معناها امعاء. فمثلا لما نيجي نربط جاسترو انترايتس، جاسترو جاي من كلمه ستومك، وانتر قلنا لما نربط الروت مع روت ثاني بدنا نستخدم حرف عله، فجاسترو
هاي الاو انترايتس شو صفة معنى هذا المصطلح كامل؟ التهاب المعدة والأمعاء. شاطرين، هذا اللي بدي اياكم تعرفوا، هذا هو محاضرتنا بكل بكل بساطة. كول جاي من كلمة كولون، كولونوسكوبي شو معناها؟ كولونوسكوبي تنظير، تنظير القولون. تمام، كولونوسكوبي معناها تنظير القولون، كولونوسكوبي في ان او. كولي معناها الجول اور البايل، اللي هي معناها المراره او الافراز الصفراء واللي بيطلع منها. فكوليسيستايتس مثلا، كولي سيست التهاب المرارة. بالضبط، كوليسيستايتس. ليش سيست معناها كيس وكولي معناها المادة الصفراوية، فهذا معناها الكيس اللي بيحتفظ في المرارة أو في المادة الصفراوية اللي بنقصد فيها المرارة في الإنجليزي. الحوصلة الصفراوية ممكن، أو الحوصلة الصفراوية اللي هي المرارة، جول بلادر بالإنجليزي. فهذا المصطلح صفة زي ما قال زميلكم معناها التهاب المرارة. ها هي يا جماعة علم المصطلحات الطبية. هاي المرة الرابعة بعيدها لأنه أنا منزل أربع شعب. هاي سلايد بالنسبة للأمريكان نهفة، نهفة نكتة يعني، يعني لو أحط لهم إياها لو أنه هاي هيك بتلاقيهم بضحكوا، بس إحنا الحمد لله ما لناش دخل. معناها ما فيش داعي نشرحها، صح ولا لا؟ أكسوا عليها. شو ليش؟ أعطينا فكرة عليها، بس أعطينا شوي كم كلمة عليها دكتور. هاي البروفيسور، هاي الدكتورة بتقول إنه يا جماعة إحنا عنا كثير مادة عشان نغطيها اليوم، معجوقين بالوقت، عشان هيك إحنا مش راح نستخدم، راح نفشق عن الفاولز، ما راح نستخدم فاولز اللي هي أحرف علة. فقال يلا خلينا نبلش. Now it's begun. Please turn to page 122. طلع كيف الكتاب اللي من تحت بدون فاولز كيف تصير؟ صعب إنك تقرأها وصعب إنك تلفظها أصلاً. فبقول لك هاي هيك النهفة عندهم، بس بتلاقيهم بضحكوا، لكن الحمد لله ما لناش دخل. هي مش الموضوع إنه ما لناش دخل، هو مفهوم الدعابة أو حس الدعابة عنا بيختلف عنهم، بس يعني بتلاقي في عنا نكت إحنا مكيف عليها، هم بقولوا بضحكش والعكس صحيح. الفرق دكتور إنه يعني نحن بنعتبر هذا الإشي زي دراسة، هم بيعتبروها نكتة بس هيك. بالله انت مولودي غاد يعني وانا مش داري. كمل دكتور، بدي اكمل قولتك. المهم combining vowels، هاي هسه بدنا نرجعكم لاي صف يا جماعه؟ الصف الاول. شايفين مي اللي داير بال عليكم وحاطط لكم رسومات. ايش هما الفاولز؟ ايش هما احرف العله؟ ايش الاي والاي واليو والاو؟ هيها كتاب الاي والاي، هاي الكومبايننج فاولز، احرف العله اللي احنا بنستخدمها عشان نربط بين الجذور او نربط ما بين الجذر والسفكس. يا بكون حرف الاي، يا الاي، يا الاي، يا الاو، يا اليو. شو اكثر حرف بنستخدمه؟ الاو. يعني الاو هو الحرف الاكثر شيوعا لما انا اعمل كومبايننج بين تو روتس او ما بين روت وسفكس. فهذا من حسنته الكومبايننج فاولز انه بخلي الموضوع سهل علينا انه تو برونونس لونج تيرمز. لما يكون عندنا مصطلح طبي، والمشكله المصطلحات الطبيه راح تلاقيك مصطلحات كثير طويله وكبيره، فلما يكون في عندك كومبايننج فاولز بتسهل عليك، لانها بتعطيك زي نفس او مايوكاردايتس مثلا، كارديوميغالي، فتلاقي حرف الاو بيعطيك زي نفس او بيعطيك، بخلي الموضوع سهل عليك انك تلفظ المصطلح الطبي. زي ما قلنا يوجوالي حرف الاو هو اللي بيربط، وهذا الكومبايننج فاولز يا بيربط لنا ما بين تو وورد روتس ما بين جذرين، يا اما بتلاقي بيربط ما بين وورد روت اند سفكس. ممكن يكون في عندنا تو وورد روت وسفكس، فكمان نفس الشيء بتلاقي قاعد بيربط بيناتهم. وهسه راح نيجي للقواعد اللي متى بنستخدم كومبايننج فاول ومتى مش لازم نستخدم كومبايننج فاول. هسه الحالة الأولى أو القاعدة الأولى، لما أنا أجي بدي أربط ما بين word root وما بين suffix،
ما بين جذر الكلمة ما بين الجزء النهائي اللي هو السفكس. استنى شوي بقعد سمع. بس أنا باجي على الكلمة على المصطلح وبدي أحللها تمام، أو إن لما أجي تربطها. فمثلا أنا بدي أقول التهاب المفاصل، فالمفاصل معناها آرثر وآيتس معناها التهاب. هسا بدي أجي أربط بيناتهم، باجي الآيتس هو السفكس صح ولا لا؟ صح. والآرثر هو الورد روت. فأنا لما أجد لما أربط ما بين word root وصفكس باجي بتطلع على الصفكس، هذا هو اللي بيهمني، بتطلع على أول حرف بي. إيش أول حرف منه؟ حرف علة ولا لا؟ علة. حرف علة. إذا في إذا الصفكس ببلش بحرف علة إحنا ما بنستخدم combining vowel، فكتابتها بتصير arthritis، هاي الكتاب الصح. ما بصير إني أستخدم vowel فهاي غلط، فما هاي ما بصير اني اقول arthritis، لا غلط تمام. فزي ما قلنا بروح بتطلع على السفكس، اذا ببلش بحرف عله ما بستخدم vowel، لكن اذا طلعت على السفكس ولقيته ببلش بconsonant، شو معنى consonant؟ ساكن، الحرف العادي يعني. حرف ساكن او حرف عادي غير عله، هنا انا مجبر اني استخدم combining vowel. بدي أقول إنه أنا بدي أعمل عملية منظار للمفصل، فآرثر معناها المفصل، وسكوب هذا الصفكس اللي بيعني منظار. باجي على الصفكس بتطلع على أول حرف فيه، إيش هو الحرف؟ أس. هل الأس فاول ولا كونسوننت؟ كونسوننت. كونسوننت معناته أنه هنا شو بدي أستخدم؟ الفاول. الفاول وأكثر شيء زي ما قلنا حرف الأو. الأو. فكذا صارت كتابتها آرثروسكوب، ما بصير إني ما أستخدم آرثروسكوب هيك يصير، لا هذا غلط، فالصح إنها تكون آرثروسكوب. وضحت هاي الحالة لما أجي أربط ما بين وورد روت وصفكس؟ بتطلع دائما على الصفكس، إيش أول حرف فيه؟ إذا حرف علة ما بستخدم فول، إذا كان حرف كونسوننت أو حرف ساكن أنا بكون مجبر إني أستخدم بالضبط، وفي الغالب بكون حرفه. الثانية إنه أنا بدي أربط ما بين two word roots تمام، بدي أربط ما بين جذرين، وهاي الحالة وفي هاي الحالة بستخدم دائما vowel بغض النظر على عن second word root، بغض النظر عن الجذر الثاني، هل هذا الجذر الثاني ببلش بحرف علة ولا ببلش بحرف ساكن، فأنا هنا دائما بستخدم vowel. عندنا هذا مثال كويس، بدي أقول التهاب المعدة والأمعاء، فالمعدة معناها غاستر والأمعاء معناها إنتر، والمعنى التهاب آيتس. بدي أربط بيناتهم الثلاثة، أول شيء بدي أربط ما بين المعدة والأمعاء، هذول الاثنين جذرين، شو لازم قلنا بحسب هاي القاعدة؟ لازم أستخدم دائما حرف الأو لما أجي أربط بين جذرين صح ولا لا؟ فصفت gastro enter لحتى الآن. طيب أنا بدي أضيف لهم كلمة itis السفكس، باجي بطلع على أول حرف فيه، حرف علة ولا مش حرف علة؟ علة. بكون أنا لازم أستخدم ما بين السكند روت والسفكس هنا حرف فول؟ لا بالضبط، بس بلا زكة تلزيق، فبصير عندي المصطلح gastro enteritis. ها gastro enteritis تمام، فهذا هو هيك طريقة كتابتها الصحيحة. ما بصير إن أقول gaster enteritis لأنه بين التو روتس لازم يكون في عندنا حرف الأو، وما بصير إن أضيف حرف الأو هون لأنه الصفكس ماله ببلش بفول. سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة. دكتور سؤال. تفضل دكتور، لو اعتبرنا انه كان اخر اشي مش ايتس كان مكتوب سكوبي، بحط او صح؟ طبعا. مثلا اكتب عندك كارديو مايوباثي، هاي كارديو هسه صعبة هاي، خلينا اكتبها كتابة، استنى شوي
أنا أتوقع إحنا شفناها بس مع ذلك. كارديو إيش هو؟ كارديو مايوباثيز. هو إيش كان سؤاله بس؟ بقول لو كان السفكس مع two word root كان لو كان السفكس في هون بهاي الحالة بلش بحرف ثابت. أوكي. هاي ثلاث أجزاء. كاردي كاردي روت الفيرست روت معناها قلب. ماي سكند روت معناها عضلة. وباثي السفكس بتعني شو بتعني؟ حوالين. أمراض مرض قبل لا مرض باثي معناها مرض. يلا مين الشاطر بعرف يربطها؟ أول شيء بدنا نربط ما بين التو وورد روت. القاعدة بتقول دائما بين التو وورد روت دائما بغض النظر عن دائما بدك تحط فاول. فأنا بدي أحط إيش؟ فاول حرف الأو. صارت كارديو مايو كارديو ماي صح؟ يس. هسه بدي أربطها مع السفكس باثي. فأجي بتطلع على أول حرف البي. هل هو من أحرف العلة هذولا؟ لا لا لا. معناته أنا شو مجبر إني أستخدم كومباينينج فاول. فأنا بستخدم حق. كمان أو فبتصير كارديو مايوباثي. تمام يا جماعة؟ تمام. طب دكتور تفضلي. ما جبنا سيرة البريفكس يعني هون ما في بريفكس بس هون السفكس صح؟ لا بتقدر تحطيها هسه ما بين البريفكس والورد روت ما فيش كومبايننج فاول. ماشي؟ ما بين البريفكس والصفق والورد روت ما في عندنا كومبايننج فاول. لا بس بتلزقيها تلزيق او ممكن تكتب الداش الشحطه هاي زي شهاده الناقص. دكتور بتصير تعطينا مثال على البريفكس؟ بريفكس ما بدي اكتب لكم مثلا على هاي بري او بوست او لا لا خلينا نقول مثلا اكسترا مش عارف بهاي الكلمة كيف بدي احط لكم كارديومايوباثي شو ما كان البريفكس اللي هون مثلا مش جاي عليها بريفكس المشكلة هاي الكلمة كارديومايوباثي ولا جاستروانترايتس المهم يعني شو ما كان البريفكس عادي بتحطها هون وما بصير عندك اي مشكلة البريفكس ما له دخل بالكومبايننج فاول كومبايننج فاول يا اما ما بين تو وورد روت يا اما ما بين الروت وما بين السفكس لكن البريفكس مع الوورد روت ما فيش اي شيء بربطه بس بتحطيه زي ما هو مش جايت المشكله هيك اي كلمه يعني نفترض انه بري بتظبط هون فكيف بتصير كتابتها طلع بس مثلا بكتب بري كارديومايوباثي بس وبربطها طبعا مع هاي ماشي يا جماعه ما بدها لا كومبايننج فاول ولا ما يحزن طيب قلنا عن الكومبايننج فاولز هي اللي في الغالب شو معناها الكومبايننج فورم يا جماعه واحد يذكرني شو معنى كومبايننج تو روت بالضبط انه يكون في عندنا تو وورد روتس عندنا جذرين هاي احنا بنقصد فيها الكومبايننج فورم او كومبايننج فورم سوري ودائما لما نيجي تاني نستخدم الكومبايننج فورم شو احنا راح نستخدم معهم كومبايننج فاول هيك القاعده بتقول فبتلاقي بعد الفيرست روت بتلاقي في عندك كومبايننج فاول وهنا في الغالب بنستخدم او كارديو ارثرو جاسترو كمان في عندنا امثله على الكومبايننج او على روتس ثانيه مثلا ادين هاي كلمه ادين معناها جلاند معناها غده كارسن جاي من كلمة كانسر مثلا أدينو كارسينوما شو صفت معناها؟ غدة سرطان سرطان اللي بصير في الغدة كاردي زي ما اتفقنا معناها هارت كيم جاي من كيميكال سيس أخذناها جاي من كلمة توكت ديرمات معناها سكين جلد فديرماتولوجي لوجي هذا هاي حرف الجي طبعا مش دراسه صح معناها علم قدم ماشي
فديرماتولوجي شو صفت معناها؟ علم الدير علم السكن، يعني الناس بكون مختصة في أمراض السكن أو الدراسة اللي بتختص في السكن. ديرماتولوجيست لو كانت بتنتهي لوجيست. يلا يا سلام على مختص 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 بالسكن. بس هاي بحرف الاس مش عارف كيف طلعت معي. لوجيست تمام، لوجيست. فاللوجيست هو الطبيب الاخصائي في العلم اللي بيكون مذكور قبله. فديرماتولوجيست الاخصائي الجلدي تمام. انتر معناها سمول انتستنس او معناها انتستنس بشكل عام. جاستر معناها ستومك معده. جاينيك معناها فيميل. جاينيكولوجيست شو صفه معناها؟ قبل شوي حكيت لكم شو معنى لوجيست. هو مختص بس الانثى بيشتغل بالعلم اللي قبل. هو الطبيب المختص في امراض النسائي او في النساء. هيمات معناها بلد. وهايدر معناها ووتر. فكل ما تشوفوها تعرفوا انه فيها ووتر، نسبة ووتر. فمثلا هايدرو كورتيزون شو معناها؟ انه الكورتيزون خفف، كل ما تضيف مي على اي شيء شو بصير تركيزه اخف. فهي مثلا اقوى، هي اقوى الكورتيزون ولا الهايدرو كورتيزون؟ هي الاقوى المركز ولا المخفف؟ الكورتيزون بدون بالضبط، لأنه الهايدرو كورتيزون تلاقي فيه ووتر بيكون تأثيره خف. بالضبط. أحد عنده سؤال؟ لا. طيب. كمان نكمل. عندنا إميون جاي من كلمة الإميون سيستم اللي هي الجهاز المناعة. لارينج معناها الفويس بوكس اللي هي الحنجرة. مورف معناها شيب. طيب شو في عنده؟ بوليمورفولوجيست او بوليمورفيلوي. ناس يشوفوا المصطلح تاع التخطيط القلب اللي بيكون في عنا اكثر من شكل لتخطيط القلب. فمورفي هنا او مورفو بتكون معناها الشكل، وبولي معناها متعدد. فلما يكون في عنا تنظيم القلب بوليمورفولوجيكال polymorphological مثلا الريثميا، هاي معناها تخطيط قلب له اشكال عديده، وهي طبعا بتخوفنا كثير. المهم مورف احفظوه انه معناها ايش؟ شيب، شكل. لكن راح تشوفوها في ادلت 1، راح تاخذوها في ادلت 1. نفر حكينا معناها كدني. نيور من نيرف. اوبثالم الاي. اوبثالموجست طبيب عيون، مختص عيون. اوبثالمولوجيست اوبثالمولوجيست. الاوت معناها اير، اذن. فبكون في عندنا مثلا اوتايتس التهاب بالاذن ميديا. في عندنا كلمه ثانيه بتكون بس مش منزقه فيها بالضبط. ميديا معناها من ميديوم، ميديا جاي من كلمه ميديا مو ميديوم. وتايتس معناها التهاب أذن، فصفت التهاب الأذن الوسطى. باث أو باثي ما بتعني ديزيز. بولمون بتعني اللنج الرئة. راين إلها علاقة في النوز. يور جاي من كلمة يورين أو اليورينري سيستم اللي هو البول أو الجهاز البولي. إحنا طبعا ما راح نطالبكم كل هاي الأشياء أنكم تحفظوها، إن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم، في نهايته يعني بعد ما خلص كل المحاضرات بننزل لكم إعلان شو هم الكلمات اللي مطالب اللي أنتوا لازم تحفظوها في هاي المحاضرة عشان نسهل عليكم كمان. بس الأفضل أنكم تحفظوهم كلهم طبعا عشان أنتوا ترتاحوا، لكن موضوع العلامة والامتحانات إحنا راح نريحكم إن شاء الله. حد عنده سؤال قبل ما نبلش بالبريفكس؟ لا دكتور. طيب دكتور prefix. بيكون في اكثر من 2 word roots. ما احنا يعني ثلاثه مثلا
ثلاثة أربعة شيء زي هيك. آه ممكن في حالات نادرة جدا، في حالات مثلا في حالات سندرومز معينة. أوكي دكتور. هسه في عنا البريفكس. البريفكس وين بيجي؟ في بداية الكلمة ولا في نهاية الكلمة؟ بدايتها. من بدايتها. في نهايتها. من لا بدايتها، من اسمها بدا. بري. بري. بري معناها في البداية. ماشي. فهاي بتيجي في بداية الكلمة، وهاي زي ما قلنا ممكن دل على location of the organ، على number، على time معين. فمثلا كلمة sub، sub شو بتعني؟ below. مثلا في عنا دكتور بده يكتب انه هذا الدواء ياخذ المريض سب لينجوال. لينجوال هاي صفه لللسان، تمام؟ او جاي من كلمه لسان او بتعني لسان. فسب لينجوال شو معناها؟ يعني تحت اللسان. تحت اللسان. تحت اللسان. يعني المريض بخلي الحبه تحت اللسان لحتى تذوب، تمام؟ فصب بتدل على location. ممكن يكون في عنا prefixes بتدل على أعداد زي mono، وهي بتدل على واحد، معناها واحد. ممكن تدل على وقت معين أو على frequency. مثلا عنا كلمة post تعني after. post operative. operative قلنا معناها عملية. post بعد. شو صفت المرحلة اللي بتيجي بعد العملية؟ بالضبط. خلينا نيجي هسه على الموست كومن بريفكسز اللي احنا ممكن نستخدمها في مجالنا. فعن نمبر مثلا خلينا نرتبهم تصاعديا. فعندنا مثلا كلمه مونو وكلمه يوني، ها بتدل على ايش؟ رقم واحد، تمام؟ بتدل على واحد. فمثلا مونو، مونوسايت. سايت معناها خليه، جاي من كلمه خليه، تمام؟ مونوسايت شو صفة معناها؟ خلية. خلية أحادية. أيوة، أحادية الخلية. يوني نفس الإشي، بتدل واحد. يوني نيوكليير. نيوكليير نووي أو من نواة. شو صفة معناها؟ وحيدة نواة. وحيدة النواة. بالضبط. باي تعني تو، معناها دبل، اثنين. مثلا في عنا صمام في القلب له شباكين، بيجي زي شباكين وبيسكروا على بعض، بطبقوا بيفتحوا، بطبقوا بيفتحوا. هذا الصمام احنا بنسميه باي كاسبد. كاسبد زي الشرفة معناها او شباك. فعرفنا ليش سموه باي كاسبد، لانه له زي ما قلنا شباكين. تراي معناها ثلاث. فمثلا كمان في عنا بالقلب غير الباي كاسبد، في عنا صمام ثاني اسمه تراي كاسبيد. شو يعني تراي كاسبيد؟ له ايش؟ له ثلاث شبابيك. بالضبط، بتلاقيهم بيسكن مع بعض وبيفتحن مع بعض. كمان مثال على التراي، الشباب اللي بتلاقيها بتروح على الجيم، والله انا بدي اكبر الترايسبس. السبس او السبس جاي من رؤوس. ترايسبس مسل معناها العضله ذات اللي لها ثلاثه رؤوس، وهاي بتلاقيها في الايد من وراء، وبتلاقي الشباب بحبوا انهم كبروها، فهي ترايسبس، وراح تاخذوها في الاناتومي. كمان في عندنا برايمي. برايمي معناها اول، تمام؟ فمثلا هذا المصطلح راح تسمعوا فيه في ماده النسائيه، برايمي جرافيدا، معناها انه اول مره بتحمل هاي الست. عندنا هذا المصطلح والهيمي والسيمي قريبات من بعض، معناها تقريبا هاف تقريبا. فمثلا عندنا هيمي بليجيك. بليجيك معناها شلل، وهيمي معناها هاف، نصفي. شو صفة شلل؟ شلل نصفي. شلل نصفي، بتلاقي جهه من الجهه من الجسم مش متحركه، والجهه الثانيه بتلاقيها عادي بتتحرك وحاس فيها المريض. في عندنا كمان زي ما قلنا سيمي معناها هاف، بس هي مش معناها هاف، معناها الشبه أو شبه، مش شبه يعني، معناها قريب من. فمثلا سيماي كونشس، الناس تلفظها سيمي وفي ناس تلفظها سيماي. كونشس معناها واعي. بالضبط. سيمي معناها شبه أو نص نص، يعني
يعني هذا المريض لا انه واعي بشكل كامل شبه واعي. وكمان بنفس الوقت هذا المريض ما بتقدر تقول عنه غير واعي، نص نص. عرفنا شو معنى سيمي كونشس؟ بلا الميجرمنتس، لا القياسات. ففي عندنا وهايبو عكس عكس بعض. هايبر معناها زياده، وهايبو شو معناها؟ نقصان. تمام. فعندنا مثلا هايبر تنشن. تنشن ايش معنى تنشن؟ ضغط، ارتفاع الضغط. ضغط. هايبر زياده معناها ارتفاع الضغط. هايبو تنشن شو صار معناها؟ انخفاض الضغط. بالنسبه للهايبو في عندنا هايبو جلايسيميك. جلايسيميك جاي من كلمه جلوكوز اللي هو السكر، فهايبو جلايسيميك بالضبط صفى معناها هبوط السكر. هايبر جلايسيميك العكس، ارتفاع السكر. مرضى السكري مالتي او مالتي او بولي معناها كثير او متعدد. مثلا عندنا مالتي بارا، هاي معناها الست مخلفه اكثر من مره. وعندنا كمان بولي معناها ماني، فمثلا المريض عنده بولي ارثر ايتس، عديد الالتهابات يعني، يعني عنده التهابات في مفاصل او في اكثر من مفصل. ماشي، هاي معنى بولي ارثر ايتس، انه المريض عنده التهابات في اكثر من مفصل. بالنسبه للبوزيشنز والدايركشن، الاي والان نفس الشيء. اذا شفتوها في بدايه الكلمه شو بتعني؟ تعني النفي بالضبط، من دون. ماشي؟ يعني ايوه بالضبط، بدون. مثلا هنا عندنا هذا المصطلح بنيا معناه التنفس، حطينا ابنيا صار المصطلح ابنيا، شو صار معناها؟ مال المريض لا يتنفس، لا يتنفس، مقطوع نفسه، ما بتنفس، بدون نفس. ايوه بدون نفس. بالنسبه للان اللي تحت هون في عندنا كلمه ان الجيسك. الجيسك سوري مش مرض، وجع او احساس. انالجيسك شو صفى معناها؟ خالي من وجع. لا وجع، انه شيء بخفف الوجع او بخفف الاحساس، زي الادويه المخدره مثلا، مهدئات وهيك. بالضبط. طيب بالنسبه للاب والاد، هذول كمان عكس بعض، هذول بيدلوا على الحركه، على حركه الجزء. مثلا او خلينا نيجي كمعاني، اب معناها انك بتبعد الاشي عن السنتر، بتبعده عن منتصف الاشي. والآد معناها بتقرب الإشي للسنتر، العكس يعني، بتخليه زي يضم بعض. مثلا عندنا إيدي أنا لما تكون مريحة وأجي أرفعها لفوق، أنا بقربها على سنتر الجسم ولا ببعدها؟ أقربها له لما أرفعها تكون ملزقة، ببعدها عن. أنا بعمل إيش بنسميه إحنا أبدكشن. ابدكشن اني قاعد ببعد ايدي عن مستوى الجسم او عن منتصف الجسم. لما انا ارجعها ضميتها على منتصف الجسم، شو انا بعمل؟ ادكشن. ماشي؟ دقيقة، هو انت رفعتها يعني فوق؟ انا رفعتها على مستوى كتفي. هي كانت ملزقة بعدين بجسمي، بعدين بعدتها عن جسمي. اوكي. فانا عملت ادكشن. لما رجعتها عملت ادكشن. كلمة امبي معناها بوث. أو both sides. فالناس اللي بتستخدم أديهم الثنتين بكل سهولة، هذول بنسميهم ambidextrous. dextrous إنه من hands أو من أطراف. فتلاقيهم بيستخدموا جهتين بكل سهولة. anti هون معناها before or in front، في مقدمة. فمثلا عندنا anti room، شو معناها؟ أول غرفة بتلاقيك، هاي اللي بين قوسين هي غرفة الانتظار، بسموها أنتي روم. صح، لما تفوت مثلا على مكان بيقول لك تفضل اقعد في غرفة الانتظار، هاي هي بقصدوا فيها أنتي روم. كمان أنتي نيتل. نيتل ولادة. أنتي شو مصفت معناها؟ ما قبل الولادة. سيركم معناها أراوند، حوالي، يعني حوالين. فعندنا سيركم
أورال، أورال من فم، وسيركم قلنا حوالي المنطقة المحيطة، فشو صفت سيركم أورال؟ المنطقة المحيطة بالفم. خليكم بالله معي، جاني تلفون على السريع بس أرد دقيقة بس. بدي أسأل هسه الملف اللي بعثه الدكتور على التيمز اللي هو عبارة عن محاضرة اليوم والأسابيع اللي بعدها، ظل منه بس سلايد واحد ونخلصه؟ مع مين بتحكي أنتي؟ مع الطلاب. بفكر معي. خلصت أنت يا دكتور عادي إذا حابب تجاوب. هاي السلايد خلصت، أنا هاي السلايد خلصت، أنا ما سمعتش بصراحة شو السؤال، أجيت ولقيتك أنت بتحكي. لا حكيت ان الملف اللي بعثته على التيمز انه عباره عن محاضره الاسبوع الثامن والسابع وهيك، ظل منه بس بصراحه يعني انا كنت مفكر انه او يعني كنت ناوي او كنت احس انها ممكن تكون محاضره صعبه عليكم، فكنت مقسمها على ثلاث اسابيع، بس لما شفتها لما صرت اعطيها عرفتها يعني الحمد لله مش بهذيك الصعوبه، فلا مش راح نحتاج ثلاث اسابيع، راح تكون هي فقط على اسبوعين، يعني الاسبوع الجاي بنكون مخلصينها ان شاء الله. ان شاء الله يعني غير محاضرة هاي ظل لنا كمان ثلاث محاضرات نكون خاتمين المادة. دكتور نختم يا دكتور. إيش هو؟ بقول ظل ثلاث محاضرات بنختم. بالضبط. الحمد لله. الحمد لله. من قاعد على صدرك ما. على خير كيف؟ هي محاضرة واحدة بالأسبوع. شايفه؟ والله أنا اشتاق لك. ما بعرف. بكرة بعرف إن الله حق لما يروح المواد الثانية. خلينا نكمل دكتور خارج. طيب. عن المحاضرة شوي. هلا الأحد اثنين بتكون في الجامعة؟ مش دائما يعني مش شرط، لكن الأحد معظم الأيام الاثنين في الغالب لا. الأحد نعم، بس الأحد المشكلة إني بكون مع يعني معجوق، عندي محاضرتين ورا بعض. من 9 11 11 واحدة، وبعد الواحدة بكون في عندي أعمال إدارية. تمام، يعطيك العافية دكتور. دكتور بدي أقول لك عندي شوي مد، بدي أطلع حتى. الله معك يا حمس، ما فيش مشكلة، اللي بده يطلع يطلع يا جماعة، مش راح أمسككم. خلينا نكمل المحاضرة، ما بلش شيء منها. ما عافيكم. هسه كمان نكمل على البوزيشن، لما تشوفوا كلمة دي معناها انت قاعد بتنزل نزول، دي سنت شو معناها؟ انك قاعد بتنزل نزول او باتجاه الاسفل، دايا او ديكريز في قريبه منها، دايا معناها ثرو من خلال، فانت لما تعمل دياجنوسيس انت شو قاعد تعمل؟ بتشخص المريض بتفصصه وما بتخلي فيه شيء، فانت بتفحصه بشكل كامل ثرولي. اكتو معناها outside، معناها خارجي. ففي عنا ectopic pregnancy، شو صفه معناها؟ ectopic يعني خارج الرحم، الحمل اللي بصير خارج الرحم، اللي بيقولوا الحمل المهاجر أو الحمل الكاذب اللي سمعتوا فيه، هذا هو ectopic pregnancy، لأنها ecto معناها outside، عكس الرحم. بصير خارج الرحم وفي الغالب بموت، يعني البيبي يعني ما بضلش، ما بنولدش يعني. كيف زبطت خارج الرحم؟ أنا أول مرة أسمع فيها هذا الشيء. بالله أول مرة بتسمع فيها، على أساس إنه طول عمرك بتدرس تبليغ. كل الأشياء. لا يعني إنه ممكن إنه هيك مثلاً حدا يحكي أو إشي، بس إنه أول مرة. بس لما يصير في إخصاب للبويضة الأصل إنها تستقر في الرحم، في بعض الحالات ممكن تروح على التيوب اللي بيطلع من المبيض وتستقر هناك. وهي حالة خطيرة جداً، إذا ظلت هناك ممكن تعمل نزيف،
للأم ويصير عندنا بلاوي. فالأصل إنه يتم إسقاط البويضة أو الجنين. الإندو بعدين شايفين التخصص النسائي جاي تسألين عنها. بكرة بتأخذ مادة النسائي. عادل المعرفة دكتور. المهم آخر مرة أخذت فيها نسائية كنت أنتوا لساتكم بجوز بالروضة، أهاليكم بتفعل لكم رسوم روضة. خلينا نرجع للمحاضرة الله يرضى عليكم، ما ظل شيء منها. إندو معناها within عكس إكتو، فالإكتو خارجي، إندو معناها داخلي. فعندنا مثلا منطقة اسمها إندوثيليوم. ثيليوم هاي طبقة، أي طبقة بتلاقي اسمها ثيليوم. فإندوثيليوم هاي طبقة موجودة في الشريان، المنطقة الداخلية أو الطبقة الداخلية. شريان له ثلاث طبقات، الطبقة الداخلية بسموها الإندوثيليوم. إبي معناها خارجي كمان أو فوق، المنطقة اللي من فوق معناها upon أو over. فمثلا مريض لما يقول لك أنا عندي وجع في رأس المعدة، gastric جاي من كلمة gastrum اللي هي معدة، صح؟ أخذناها قبل شوي. وإبي زي ما قلنا فوق، لما مريض يقول لك عندي وجع في رأس المعدة من فوق، لما تيجي تترجمها أنت بالإنجليزي بتقول عنها epigastric pain، وجع في فوق المعدة. الإكس مش معناها السابق، إكس بوي فريند، إكس جير فريند، لا. إكس معناها out or away from، إنك بتشيل أو بتنزع. فإكستراكت أنت قاعد بتستخلص الإشي أو قاعد بتنزعه من مكان. إكسترا نفس الإشي معناها خارجي. فمثلا المريض اللي بيكون عنده مشاكل أو صار عنده هيباتايتس اللي هو التهاب الكبد الوبائي والسبب من خارج الليفر، فمنقول عن السبب إكسترا هيباتيك كوز. إكسترا معناها خارجي وهيباتيك الليفر خارج الكبد، سبب الالتهاب مش من الكبد نفسه، إجانا سبب خارجي مثلا فيروس. تمام؟ كمان على البوزيشن نكمل. بارا شو بتعني؟ نير أور بيسايد، جنب. في بعض الستات ممكن يصير عندهم بارا سيرفيكال كانسر اللي هو سرطان اللي قريب من عنق الرحم. سيرفيكال جاي من عنق الرحم، بارا سيرفيكال معناها السرطان القريب من عنق الرحم أو الحوالين عنق الرحم. بيري معناها أراوند. بيرينيال النيل هاي جاي من كلمة أو بتعني فتحة الشرج. بيرينيال مثلا بيرينيال إريتيشن معناها الالتهاب أو التهيج اللي بصير حوالين فتحة الشرج. بري معناها قبل. بري أوبراتيف اتفقنا أوبراتيف معناها عملية، فبري أوبراتيف شو صفت معناها؟ المرحلة اللي هي قبل العملية لما نصير نحضر المريض، ظلك صايم وهاي الأشياء، وراح تأخذوها كمان في الأدلت وان. Post معناها after. Post operative شو صفة معناها؟ المرحلة اللي بعد العملية. بعدها. طيب المرحلة اللي جوات العملية شو اسمها؟ انترا بالضبط. انترا معناها داخلي، فالانترا operative معناها جوات العملية. Retro معناها backward or behind، انك قاعد بترجع ويرجوع. فريتروفليكشن معناها فليكشن معناها انحناء، وريترو لوراء معناها انحناء للخلف. وفي مثلا طريقه في لما يعمل تنظير القولون بيستخدم طريقه بسموها الريتروفليكشن عشان يقدروا يبينوا كل المكونات او كل الاجزاء القولون. صب حكينا معناها اندر اور بيلو، وهذا المصطلح اللي قلناه قبل شوي صب لينجوال. لينجوال قلنا معناها العلاقة في اللسان، تحت اللسان، تحت اللسان. أيوة، فبصير المصطلح sublingual معناها تحت اللسان. شو معنى bilingual؟ يلا تنشوفكم بعذر عليكم. باي شو معنى باي؟ كلمة ثنائي. أيها هون هيها كلمة باي هيها. ثنائي دبل. lingual هاي كلمة لينجوال شو قلنا عنها؟ لسان. المريض معناها انه له لسانين؟ لا يعني لا لا يمكن معناها حبه فوق لسان فوق ولسان تحت.
لا حب لا 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 مين هسه حكى عن التكلم؟ أنا. شو قلتي؟ صعب في التكلم. لا bilingual معناه إنه بتكلم لغتين. ماشي؟ فlinguistic علم اللغويات. bilingual لما تقول لواحد bilingual معناتك أنت قاعد تحكي لغتين. زي ما إحنا هسه قاعدين نتحدث بنحكي عربي وإنجليزي مثلاً. فإحنا بسمونه bilingual. سوبرا نرجع للسلايد. أنا هيك بعض مرات بتلاقيني بشت بس يعني بقول ممكن تستفيدوا من هاي الشت اللي بشتها. سوبرا معناها above or over. فعندنا مثلا سوبرا بيوبيك. بيوبيك اللي هي منطقة العانة. فسوبرا بيوبيك سوبرا بيوبيك شو هاي بتدل؟ معناها المنطقة أعلى العانة. وهاي في الغالب بتكون لمنطقة البلادر اللي هي المثانة البولية بتكون مكانها سوبرا بيوبيك. ترانس معناها خلال أو أكروس أو قطعي. فترانسفيرس سكان مثلا سكان لو حطينا هون كلمة سكان شو بصير اسمها المعنى المصطلح ترانسفيرس سكان اللي هو تصوير مقطعي لأنه ترانس معناها خلال فبسموها ترانسفيرس سكان اللي هو تصوير مقطعي. طال في إشي خلاص خلينا نوقف هون. أي سؤال يا جماعة حاضرة اليوم؟ تفضل يا ماني. دكتور هسا كيف الأدب بيجي هدول مش فاهم؟ باجي مثلاً بحط لك بكون لك مصطلحات من الأشياء اللي أخذناها وشو بيعني هذا المصطلح؟ تمام. كيف كتابة كيف كتابة الكلمة المناسب؟ تلاقي إني حاط الفول بين البريفكس والورد روت. ممكن أحط الفول بمكان مش لازم أستخدم فيه فول. هاي هيك ممكن يجي عليها سنة. ما حقولنا لكم استفيدوا من الامتحان الأول إنكم تعرفوا كيف ممكن تيجي الأسئلة. تمام يسلم. في حد عنده أي سؤال دكتور؟ تفضل صدر أحمد. ما نزلت بوست اللي فلله. ما أنا لساتني ما وأنا فاضي حق راسي بس لا تخافش راح أنزل. طب للي مفلل الشيك نقص عليه بعلامتين. والله لو ربع علامة أنا زلمة بحب اللي بيجيب الإشي بشكل كامل بتجيب العلامة كاملة بنزل لك تهنئة وأتوقع في عنا 4 أو 5 علامات كل بكل شعبي طبعا مش بس بهاي الشعبة بحكي كل الشعب الأربع اللي أنا درستها أو اللي بدرسها في عندي 4 علامات كل وفي كمان شعبتين ثانيات ما بعرف إيش إذا فللوا ولا لا فهاي إن شاء الله إذا اليوم كانوا مخلصين وأنا فضيت إن شاء الله بنزل تخافش بروحش عندي إشي عشان أصير أنزلكم كمان محاضرات على اليوتيوب كمان هاي في بالي يعني مش رايح من بالي. طيب دكتور لو سمحت هسا بالنسبة للمحاضرة الرابعة يعني أنا لا أرجع أحضرها ما لقيتهاش أصلا موجودة على الستريم ما قبلت تفتح نهائيا بتشوفي شو المشكلة عندك في حدا حاول يفتح عند الكل عند الكل دكتور المحاضرة الرابعة والخامسة دكتور بخش أنا على الستريم بكتب على البحث fourth lecture أو fifth lecture بفتحه بكون تكون محاضرتك أول محاضرة موجودة فبفتح وراجعت عليهم يعني قبل ما قبل امتحان مد طب ابعث الرابط إنه ابعث الرابط هاي موجودة اسمعي. الرابط بس إنه اسمعي أنا حطيت نعم. على الفيسبوك كيف بتفوتوا على القناة تاعتي كيف تلاقوها بتلاقوا كل الفيديوهات هسا أنا إذا ما حكيت لك مثلا عندي 4 شعب فراح تلاقي 4 محاضرات مثلا اسمها 6th lecture لأن بسميها نفس الاسم هسا انت بتشوفي مثلا اليوم تاريخه 25/11 ما عنديش الا محاضرتكم انتم فانت بتعرفي انه هذا هي المحاضره المخصصه لكم 6th lecture لتاريخ 25/11 هاي هي المحاضره اللي لكم طبعا عادي ما في اي مشكله انك انت تحضر محاضره لاي شعب ثاني لانه نفس الشرح نفس الشيء لكن انا عشان انت بعض مرات بتقول والله انا سالت الدكتور سؤال ناسي شو جاوبني عليه فالافضل انك ترجع للمحاضره اللي انت حضرتها ان شاء الله دكتور يعطيك العافية الله يعافيكم جميعا خليني أنا أخذت حضور غياب اللي عنده سؤال يظل اللي